مارادونا كما قلتوا لي دابا مات ماتري رياضي وكوري كبير، ولكن المغرب ديالنا ما نظنش شي واحد غادي يسمع هاد الهضره ويقول لي عاد تخربق. المغرب ديالنا دوزنا مارادونات، فين باموس الله يرحمه، فين حمام الله يرحمه، الزهراوي الله يطول عمره، المعروفي الله يطول عمره، الفيلالي الله يطول عمره، العلوي تسطات الله يطول عمره، بزاف اللعابه دخلوا في دوك المناصب في بلاص فين كان يلعب مارادونا ماتوا غرباء. شوف مارادونا مات العالم كله تزعزع، مات باموس تنسى، ماتوا الاخوان اللي معاه تنساو، مات اللاعب اللي سجل اصابه على اوروبا، اول اصابه غتسجل على اوروبا في كاس العالم سجلها لاعب مغربي، حمان، فين حمان وبشا تاريخ حمان؟ حارس الاول اللي بان افريقي عربي مسلم في نهايه كاس العالم علال، فين علال مات؟ فين وفين وفين؟ بقات كميشه ديال اللعابه اللي لعبوا كاس العالم حتى واحد ما تيسقسي فيهم، حتى في شي مباراه رسميه ما تيكون واحد فيهم مراد، ما تيمطيوش يديهم الا لله، ونهار اللي تقرا شي نبغيو نشكيو نشكيو لله والامير المؤمنين الله يطول عمره باب سيدنا ما تيتسدش هو اللي غادي نشكيو ليه، لمن غادي تشكي؟ فين مارادونا؟ دابا للكره في المغرب غدا بخير، غدا باحسن ما كانت، ما غداش بخير باللعابه، غدا بخير بالناس اللي مسؤولين بها، لا فيديراسيون، لا فيديراسيون عندها رئيس، رئيس دار العمل الصالح في هذه البلاد، دار خدمه معقوله في هذه البلاد، رد ليكيب ناسيونال كي خصها ترجع كفا كما في التاريخ، خلق لي ليغ، دير دي ستاج، هاد السيد هذا هو اللي خاصو يتزازا، والجمعيه اللي معاه في الجامعه الوطنيه المغربيه لكره القدم. ولكن راه كاين اللعابه اللي لعبوا كؤوس العالم باقيين، دير واحد التفاته على الاقل جمعوهم عير يصفقوا عليهم. هاد دابا الكره غاده في المغرب ورجعت الكره المغربيه المجد ديالها اللي تيطلبوا الناس المحبين عشاق هاد الكره، رجعت على يد المكتب اللي حالي اللي كاين في لافيديراسيون. هاد المكتب كل ما كانش غادي بالخدام مزيان ورد الكره كذا، سيدنا غادي يقول لهم الله يعاون، سيدنا طيق فيهم، اذا داروا الخدمه المعقوله. انا تنحييهم كلهم وعلى رئاستهم السي القجع، انا ولو القجع انه ما يمكن ما تيعرفنيش يمكن، ولكن ما ينساش بانه راهني لابس القميص الوطني 148 مره. في عمري 20 عام انا واقف كاس العالم، 16 عام بديت في الفريق الوطني، ومشيت 4 مرات للفيدراسيون الجامعه الملكيه باش يستقبلني وما استقبلنيش، ما عرفتش علاش يا سي القجع، وانا مشيت غير باش نهنيك، ويوم يعني والخدمه اللي تدير تحمد عليها، والله يعاونك هادشي اللي غادي نقول لك. اما قضيت ولدي، ولدي دوز، جاو هاد الناس اللي جاو من الانجليز ودوزوا له، وبكثره ما انه ادى الواجب في لونتروتيان اللي جا اللي صعيب بركوه معاهم وبقاو تيهضروا معاه، وقالوا له سي كلير خليه، انا ما تنشكش في هاد الناس اللي في لا فيديراسيون. ولدي راه تيتسنى حتى يعيطوا ليه، هادي 5 شهور ولا بريسك 6 شهور باش دوز هاد الامتحان، ودوز يعني لو ماجور ديال هادوك الناس اللي دازو هو ولدي، ماشي حيت ولدي غنقول فيه بالحق، حتى راه ولدي مغربي بحال المغرب، ولكن نجح راه بارك الان بارك تيتسنى انه الجامعه الملكيه المغربيه تعيط ليه، ولو انه تلقى بالكود التليفون من عند المسؤولين قالوا له راك نجحتي احنا غادي نصيفطوا لك اسمو
غنصيفك نصيف لك وغادي يشوفوا معاك لي موداليتي دو بايمون. حنا تنثقوا في هذوك الناس اللي على راس الجامعه وبالاخ الرئيس السيد القجع اللي تنحيي من هذا المبرر، راه حنا باركين تنتسناو. وهاد الدوله راه اللي شاد شي زيمه من الامر ديال شي حاجه راه اللي فيه الخير تيعيطوا ليه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.